فقط وحصريا على موقع أنا السلفي. حاليا في تركيا القائد الإسلامي فيها نور الدين محمود قائد الشريك، والروم أقبلوا بأعداد كثيفة جدا في عدد وعدة وهيئة، لهم منظر ولهم صوت عالي جدا، كتايب زي البحر، بحر جاي وقدام منهم القساوسة ورافعين الصلبان بأصوات عالية مزعجة جدا، مالوا الفضل أصوات أعداد هائلة جدا مع بعض والبحر جاي. نور الدين محمود معاه آلاف قليلة جدا، منظر صعب جدا، صعب جدا، العدد قليل بالنسبة لنا وهم عددهم كبير، والمنظمين الهيئة بتاعتهم برضو ليها هيبة، والعدد كبير والسلاح عددهم كبير وسلاحهم كتير ومنظمين قوي في الطريقة بتاعتهم، وجايين وهادمين ونيتهم استئصال المسلمين، والتقى معهم نور الدين محمود في هذه الموقعة، عدده 20,000 25,000 وهم الاف كتير قوي. ماذا يفعل نور الدين محمود؟ رتب الجيش بتاعه، كان ركب على فرس، نزل من على فرس ومرغ وجهه في التراب، قال يا رب انت النصير، اهل الاسلام لا رايه ولا ناصر لنا الا انت. مرغ وجهه، ده من الناس لا يستحيل، ده موقف انتصار، ده الناس هيقولوا ايه فهموها ازاي، ده مش ده موضوع تاني خالص، انما ينكسر لله، هو ده التضرع، مرغ وشه في التراب يعني يا رب الاسلام المسلمين انت النصير. دخل معركه، استعمل لو دخل معركه وربنا نصر عليهم نصر معزق. المعركه دي من المعارك اللي قال لا نظير في التاريخ، معركه حارب. بعد منه بسنين جاء قلب أرسلان سلجوقي، نفس الموضوع بس في مكان تاني اسمه ملاس كرد، موقع عجيبة جدا برضه بين المسلمين وبين الروم. كم عدد المسلمين؟ 20,000، وعدد الروم 300,000. تتخيل العدد 20 لـ300,000، وسلاحهم متطور ومتقدم وقوي كتير، حاجات كتير قوي، وخلاص ولازم يقف والا يجتاحوا، ده لو دخلوا بس بالعدد هيكتسحوا، لو الناس حد يقف. فوقف قلب ارسلان وعرض الصلح على ملك الروم، طب خدوا اموال، خدوا، قال لا، افعل ببلاد المسلمين مثل ما فعلوا ببلاد الروم، احنا نحتلكم، نكتسحكم. موقف صعب جدا. استشار العلماء اللي معاه قالوا له توكل على الله، حارب واختار يوم الجمعه وقت الائمه الخطباء ما يكونوا على المنبر بيدعوا للاسلام والمسلمين الوقت ده اختار، واهجم عليهم ابتدي انت من الهجوم. وده اللي حصل، لبس الكفن بتاعه وقت الجمعه، وايضا نزل من على فرس حصان ومرغ وجهه في التراب. نسيت اقول لك ان هو كل ما اتقدم شويه كان الجيش بتاعه 20,000، مشى مرحله بقى 16,000، مشى شويه بقى 14,000، اخر عدد له 12,000، قصاد 300,000. والنبي يقول في الحديث لا يغلب 12,000 من قله، بسبب القله لا ما يتغلبوش، انما لو بسبب حاجات ثانيه معاصي يتغلب، انما اي جيش 12,000 اسلام وطالع ما غلبش بسبب العدد، لا يغلب 12,000 من قله، مش بسبب القله، يتغلبوا لو في معاصي، انما 12,000 وطالع يغلبوا مسلمين، وهو 16,000 ونزل من على الفرس ومرغ وجهه في التراب، حط خده على التراب ومرغ انفه تواضعا لله، يا رب عيش اللي انت، حتى العدد اللي معايا ولا عده ولا خلاص، لا حول ولا قوه الا بالله، هو معناها هو ده
ومرغ وجهه وتمسكن وانكسر وافتقر الى الله وربنا جبره. ركب الحصان وهجم وربنا نصر المسلمين نصر لدرجه ان ملك الروم وقع في الاسر بهذه المعركه. وقع في الاسر الملك القائد بتاع كل الاعداد دي، واسروا منهم اعداد ملاش حصر. عرفت؟ بس الانسان يتضرع بين قلبك، انكسر لله للضرع، افتقر لله يغنيك، سلم نفسك لله. التضرع الموضوع ده ناقصنا احنا كاشخاص وكافراد وكمجتمع وكشعب وكامه، الامه كلها ده في وسط الحاجات دي تسمع اخبار عجيبه. الناس عايشه فن واغاني وموسيقى وافلام وبرامج، وفين التضرع؟ حتى بالناس الشعب غلا وامراض واحوال صعبه، بس فين بقى ان احنا نتجه الى الله نقول خلاص الاحوال دي ما يصلحهاش الا الله وما ينقذناش الا الله، مش هيعنا الا الله. لو الناس راحت في الاتجاه ده شوف العجب، شوف العجب. ولذلك بنقول احنا يا جماعه احنا التمثيل الاول، احنا لازم نكتر من التضرع. ادعي وادعي كتير، ولما تدعي ادعي من قلبك دعاء جامد كان انت في وسط البحر ومش هيناديك الا الله. امواج وهتتقلب وهتتكسر وهتغرق ادعي بقى من قلبك كتير جدا الصبح والظهر وبالليل لنفسك واللي حوالي منك وللامه وللشعب. محتاجين احنا الامر ده علشان تتغير الاحوال باذن الله سبحانه وتعالى. اسال الله ان يغير احوالنا الى احسن الاحوال، وان يجعل لنا من لدنه وليا ونصيرا ومعينا، انه نعم المولى ونعم النصير. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد واله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.